نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان. وإحنا ماشيين وفق تسلسل ذكر الأقوام المكذبة بأنبيائهم، أتجبرون على الخروج من وطننا؟ أو إن إحنا نعود، يا إما نخرج من الوطن بتاعنا، يا إما إحنا نعود في ملتكم هذه؟ اللي بيمنع الناس من الاستماع إلى التوجيهات الربانية هو مرتكب لأبشع أنواع الجرائم. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، خليكم على طريقتكم كده زي ما انتوا عايزين. تكليف معلق على الاستطاعة، إنما يجب على المكلف أداء النسك من حج وعمرة إذا ملك. على فكرة القرآن ميزانه دقيق، انت دلوقتي احنا بنحسب كل حاجة، بعد كده لما توصل لمرحلة عالية في إتقان القراءة قلبك اللي بيوزن. قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، من السبت إلى الأربعاء 5 مساء على قناة مصر الأولى.